حلو قوي. طيب محمود، يعني معنى كده ان انتوا فكرتوا لما لقيتوا في ناس بتعطل في الامطار، فكرتوا ان انتوا تعملوا حاجه اسمها ريسكيو سكواد. من امتى بقى تحديدا اطلقتوا الاسم ده على المجموعه بتاعتكم، ولقيتوا الفكره نفسها سهله ان هي تتنفذ ولا في صعوبات واجهتكم في الاول؟ من السنه دي قررنا نسميها كده ونخليها في كذا محافظه مش في القاهره بس. ده دلوقتي احنا موجودين في سينا وفي اسكندريه وفي راس غارب وكذا حته تقريبا مصر كلها، يمكن في المحافظات او الاماكن اللي يبقى فيها امطار كتير. بالظبط. بالظبط. بس عمرو اسم جميل والله. عشان اسمك يعني؟ لا عشان اسمه. طبعا نورنا. الموضوع محتاج تدريب ومحتاج مش عارف تظبيطات وايه، ولا ده الشباب يقدروا يعملوه بسهوله؟ لا طبعا محتاج الواحد يكون عنده خبره كافيه زي ما قلنا قبل كده ان هو يعمل الحاجه دي. يعني مش تدريب على قد ما هو تدريب، بس محتاج حد يوجهه. يعني الشباب هنا فعلا عندهم خبره كافيه جدا. حته انت تطلع حد قلنا مش هينه. تقطر منين؟ ازاي بقى؟ يعني مثلا في عربيه ما فيهاش هوك، هتقطرها ازاي؟ ممكن اقطرها من مقص من تحت. يعني محتاج ان انت تبقى عارف بتتعامل ازاي، وبتشدها بتشدها ازاي. بتشدها برضو ليه؟ كل حاجه ليها تكنيك. محتاج فعلا يكون حد مارس قبل كده، عنده خبره في العربيات. طبعًا اكتر. طبعا صح؟ طبعا. تمام. بس لكن هي محتاجه محتاجه طبعا تولز كتير جدا لازم تبقى معاك، ان انت بتساعدك وانت بتطلع العربيه، تربطها منين، تطلعها ازاي. يعني ايه الادوات؟ سناتش ده اي بي سي كده، ان احنا لازم يكون معانا سناتش اللي هو الواير اللي هو ده. اللي شايفينه في الفيديو اللي بيشد العربيه ده، اول حاجه لازم تكون موجوده. بس طيب اندرو، انا في الفيديو اللي معانا على الشاشه دلوقتي انا شايفه ان العربيه 4x4 او يمكن عاليه على الارض، وشكلها مختلف عن العربيات اللي بتمشي في الشارع. هل العربيات دي فعلا هي مخصصه لانها تقطر العربيات في حاله الامطار؟ يعني انتوا بتبقوا حاطين فيها معدات معينه متجهزه بشكل معين؟ ايوه طبعا، لازم يبقى الاول فيها الليفت كيت ممكن عشان لا انا اعرف الناس يعني ايه العفش عشان العربيه تقلع، عشان في حاجات لازم نطلع فوق الرصيف وننزل. لازم تبقى العربيه عاليه شويه، لازم يبقى في تايرز كبيره، كاوتش اكبر، كاوتشات كبيره. بالظبط. لازم يبقى في مثلا معانا السناتش، معانا الدي رينج زي الهوك دوت، عشان لو العربيه ما فيهاش عشان نربط. لا وحاجتنا احنا برضو عشان في البامبر بتاعنا، في الاكسدوم بتاعنا لازم يبقى موجود. بس فلازم يبقى معانا حاجتنا، التولز كلها لازم تبقى موجوده. انا بس اقول حاجه على كلام اندرو، ان الحاجات دي احنا عاملينها اصلا عشان احنا بنطلع صحراء، مش عشان الميه بس. يعني احنا اصلا العربيات دي كلها معموله عشان احنا بنطلع صحراء، فبنستعمل كل التولز دي لما حد بيغلط في الصحراء، فهي هي نفسها، بس بالعكس الميه اسهل كمان. فالخبره دي كلها احنا خدناها من الصحراء اصلا، ان احنا لما نشد حد من الصحراء ولا حد غارز. انت ممكن تبقى بتشتغل في حاجه وتاخد خبره في حاجه ثانيه انت اصلا مش عارفها غير لما تتحط في الوقت. احنا عملنا الكلام ده ليه؟ عشان احنا كلنا بنعرف نعمل الموضوع ده، عشان احنا بنعمل كده في الصحراء على طول. فنقلنا بس الموضوع للناس اللي غرقانه في الميه، فبنعرف نقطر بعض وبنعرف نشد. بالعكس زي ما بقول لك الميه اسهل كمان، لان الصحراء بتبقى موضوع صعب اكتر. طب ردود افعال الناس كانت ايه معاك يا حسين؟ الموضوع كان ظريف طبعا جدا. الناس كانت يعني حتى لو الناس العربيات بتتكسر، لان في اوقات احنا مش عارف اطول العربيه ومش عارف اشدها، فبخبطها من ورا. المهم ان العربيه تطلع من الميه اللي فيها بتزقها من ورا، مش عربيتك يعني، فمش عربيتك بس عربيتك يعني مش بنقدر قوي بحساسيه، عشان الدنيا بتبقى انت مش متخيل عامله ازاي يعني. فانا بزقها من ورا، عربياته بتتكسر ساعات يعني، اكسدام شنطه، فمهما كان الموضوع هو في الاخر بيطلع من الميه. فهو بينزل طبعا يعني، كان جوه الميه مش عارف يتحرك وطلع بره، فيعني الناس تبقى مبسوطه جدا طبعا. طيب محمود، عايز اسالك سؤال. يعني هو انا بالنسبه لي لما بيبقى في مطره وبشوف عربيات فعلا نص الميه مغطياهم ومغطيه العربيه، انا بتهيألي العربيه دي مش هتعرف تمشي تاني. تمام. بما ان انتوا عندكم خبره في العربيات، قولوا لي ايه اضرار المطره او الاجواء دي على الموتور، على حاله العربيه؟ هو اول حاجه بتبوظ الكهرباء، الحاجات الخاصه بالكهرباء بتفصل. بتفصل في منها ساعات ممكن يشتغل تاني، وفي منها بيروح. زي الصوره دي مثلا اللي معانا. في حاجات كانت اسوأ من كده بكتير كمان. دي جميله كده. دي سهله. دي كانت سهله. الفيديو اللي قبل دي كان في 2018. كنت انا بطلع عربيات في الجراجات تحت، فدي كانت لحد السقف، المايه لحد السقف، والعربيه تحديدا اللي في الفيديو دي كانت عامله 2000 كيلو، كانت لسه جديده. الكهرباء بالكامل بتروح. الحاجه الوحيده اللي بتفضل سليمه الى حد ما العفش، لان هي ما فيش فيها لا كهرباء ولا بنزين ولا زيت ولا الكلام ده. في عربيات سيفتي بتوقع الزيت اللي فيها كله اول ما المايه تدخل، فدي حاجه كويسه. طبعا. عاده بتتساب يومين ثلاثه ممكن ترجعي تدوريها تدور. يعني ما ينفعش ادورها
على طول في ساعتها. توكيل. هي مش هتدور اصلا في ساعتها. مش هتدور. مش استحاله تدور في ساعتها. طب لو دارت كده الموتور ممكن يتحرق او حاجه؟ لو دارت نبطلها تاني عشان ننشفها الاول. اه. مش هتدور. كل العربيات الجديده مليانه سنسورز فمش هتنفع. عمرو لو قلنا انه في مره من المرات في حاجه او حد انت انقذته مش هتنسى الموضوع ده. معلم معاك. كان في موقف مختلف. مش هقدر احكي ليه؟ فعلا بجد. مش هقدر دمه خفيف ولا هو محرج ولا ايه؟ محرج بس فعلا موضوع يعني لا لو محرج خلاص اه لا لا خلاص ممكن ارجع السؤال تاني لو سمحت السؤال بتاعي ممكن اقول لك بعد الحلقه بجد اقول لك بس بص اقول لك حاجه احنا عاده ما بنحكيش المواقف اللي حصلت مع الناس عشان يعني برايفسي يعني وكده بالظبط يعني احنا اصلا قبل كده ما كناش بنوافق نطلع في البرامج والكلام ده السنه دي اول سنه نعمل كده ممكن ما نقولش اسماء زي الدكاتره النفسيين كده لما بيحط حاله في حاجه معينه ويبقى موقف غير هو هيعرف نفسه الاطفال الصغيرين دي كانت بتبقى اكتر حاجه الموضوع بندي له اهم اكتر اهتمام يعني عربيه فيها اطفال دي لازم نروح نجري او فيها بس انا اول حاجه اطفال وثاني حاجه بنات وستات وحاجه رجاله يعني رجاله حتى ممكن ناخدهم من عربياتهم نطلعهم انت ما تطلعوناش احنا رجال والله انما الاطفال ده شهر المراه تطلعوهم هم ايوه اه انا بقدر اتكلم بس احنا كتير على فكره ها لا بس انا اقدر اقوم لوحدي بتاعي اندرو طيب خليني اتكلم معاك عن حالات الهلع اللي الناس بتتعرض لها وقت المطره يعني انا مثلا كبنت او كشخص عادي اول مره اتعرض ان عربيتي تغرق وما اعرفش اتحرك لا عارفه انزل منها ولا عارفه ادورها ولا عارفه ولا الاقي حد ينقذني لما انتوا بتروحوا لهم هل قابلتوا حالات من الهلع ناس بتعيط عندها بانيك اه طبعا وبتتعاملوا معاهم ازاي لازم بنهديهم الاول طبعا اهدوا اهدوا الموضوع بسيط الموضوع ما فيهوش حاجه بعد كده بنبتدي بقى نتصرف نبتدي بقى اعملوا كذا اتصرفوا اعملوا يعني الفتسة بالطريقه دي نزلوا الهاند بريك عشان نبتدي نزق عشان نبتدي نتحرك كده لغايه لما يخرجوا وبعد كده يبقى تمام بس اهم حاجه لازم نهديهم الاول عشان يقدروا يتصرفوا صح بس حسيني انت قلت الموضوع بدا الاول انك نزلت بوست على الفيس والناس بدات تكلمك وبعدين حكيت لي انه بقى موجود في محافظات كتير وفي سيناء وفي غيره ازاي تحول من مجهود شخصي لمجموعه من الشباب في محافظات كتير هو الموضوع انتشر بقى خلاص يعني الناس عرفت ان احنا بننزل نعمل الموضوع ده في التجمع الخامس ففي اصحابنا برده في اسكندريه مثلا هو اول حد بدا في اسكندريه قالوا لنا احنا طيب احنا معاكم لما يجي لكم بلاغات في اسكندريه تبلغونا فدخلوا في الجروب بتاع الواتساب اللي محمود عمله وابتدوا هم يتابعوا اسكندريه يعني انت عملت جروب واتساب عملنا جروب واتساب اي حد دلوقتي يبعت عليه احنا موجودين في المكان الفلاني يبعت لوكيشن عندي عطلان حتى غير الميه على فكره يعني حتى لسه من ثلاث ايام حد عطلان على الدائري عطلان على الدائري احنا مش هنصلح العربيه بس هنطوله لحد اقرب حته نروحوا بيته يعني هو بيبعت لوكيشن او بيبعت مكان ما هو عطلان ويقول السيتويشن اللي هو فيها انا عطلان على حاجه فبنطول فبتوع اسكندريه بقى ابتدوا يخشوا معانا في الموضوع وبقيت محافظات منهم صحابنا منهم ما نعرفهمش اصلا مش شفناهمش قبل كده بس بيساعدوا. طيب محمود لو حد كلمكم بتوصلوا له في قد ايه؟ حسب اقرب حد ليه. يعني بنعرف مكانه فين؟ اه ممكن نوصل له خلال دقيقه يبقى في حد جنبه ممكن ناخد وقت شويه السنه دي كانت الطرق مقفوله قوي فكنا بناخد شويه وقت. بس برضه في مواقف تانية بيبقى حد جنبه على طول فما بياخدش خمس دقايق مثلا. طب لو في مثلا ناس ما قدرتوش توصلوا لهم على طول، هل بتقدروا تتعاملوا معاهم من خلال التليفون تقولوا لهم ارشادات معينه يتبعوها يعملوا حاجه ما يتحركوش مكانهم ولا هي يعني الحاجه الوحيده اللي بتتقال ما تتحركش ما تحاولش تطلع العربيه ما تحاولش تدور العربيه لان هي يعني في طرق معينه لازم تطلع العربيه بيها. يعني في مواقف مش هعرف اشد بيها العربيه. في عربيات بتفصل كهرباء خالص فالفتيس بتاعها بيكلبش على حسب منسوب المايه هعرف اطلعها المايه هتبقى شايلاها اطلعها ولا هكسر الفتيس بتاعها. الموضوع صعب قوي جدا بس هو فن يعني انا لو سالتك السؤال مش هاخده تاني. ماشي خلاص اوكي. طيب في حد مثلا طلبكم انكم تساعدوه لما رحتوا لقيتوا في حد ساعده اخذ مكانكم احتل شخصيتكم يعني زي ما بيقولوا انتحل شخصيتكم؟ لا خالص هو ده الطبيعي خلي بالك احنا الطبيعي الناس كلها عايشه اصلا بتساعد بعض فعلا يعني وده تارجت فعلا احنا عايشين في دنيا نساعد بعض مش لازم نكون نعرف بعض يا سلام والله فعلا هو كده فعلا صح وبعدين احنا معانا حاجه اصل يعني. بص لو خدتها يعني سيمبل